أهلا بكم مشاهدينا إلى أسبوع الصحافة، والبداية بالعناوين. صحيفة العربي الجديد اللندنية: حرب بالنيابة، التحدي الأخطر أمام الحكومة العراقية المقبلة. صحيفة الميثاق الوطني العراقي: مأزق الطبقة السياسية في العراق بين حقائق الميزانية ومطالب المحتجين. وفي تقرير للغد الأردنية: كورونا يستمر بضرب أسواق المال العالمية. من المقالات: يكتب وليد الزبيدي في الوطن العمانية معضلة أسعار النفط وتخزينه، ويكتب راجح الخوري في الشرق الأوسط اللندنية عدادات الموت وبورصة السياسة. كل ذلك وأكثر بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. قالت صحيفة العربي الجديد اللندنية إن حربا بالنيابة هي التحدي الأخطر أمام الحكومة العراقية المقبلة. وتنقل الصحيفة تصاعد حدة المناوشات الكلامية بين المسؤولين الأمريكيين من جهة ومسؤولين إيرانيين وفصائل عراقية مسلحة مدعومة من طهران من جهة أخرى بشأن الوجود الأمريكي في العراق. ويعد ذلك من أبرز التحديات التي ستواجه الحكومة في العراق التي يدور جدل سياسي كبير بشأنها. بينما قالت العرب اللندنية إن الزرفي يوجه رسائل طمأنة لإيران وقادة الحشد الشعبي، ويؤكد أن جهة إيرانية متنفذة أبلغته أن طهران لن تتدخل في مفاوضات تشكيل حكومته، ما يعني موافقة ضمنية على تكليفه، في وقت يرحب فيه الزرفي بأي أنشطة إيرانية في العراق مستقبلا. وفي عنوان آخر قالت العرب اللندنية إن الأحزاب الشيعية العراقية تستخدم الكاظمي للإطاحة بالزرفي، ويرجح مراقبون أن يكون التكتيك الذي يتبعه حلفاء إيران حاليا هو استخدام الكاظمي للإطاحة بالزرفي. واعتبر مراقبون سياسيون أن التلويح بالكاظمي بديلا للزرفي لا يمثل خيارا جادا بالنسبة للقوى الشيعية. أكدت صحيفة أخبار الخليج البحرينية أن نوابا منشقين عن كتلهم يدعمون الزرفي، وأن فصائل شيعية تهدد برفع السلاح. وتبين المؤشرات أن هناك توافقات على الزرفي الحاصل على دعم مسبق من 200 نائب تعهدوا له بالتصويت. في المقابل أصدرت 4 فصائل مرتبطة بإيران بيانا هددت فيه القوى السياسية التي تدعم الزرفي باتخاذ إجراءات وخيمة. وفي عنوان آخر بيّنت أخبار الخليج البحرينية أن القوات الأمريكية تهيئ مبان في قاعدة عين الأسد كمقرات بديلة لبعض السفارات في بغداد. وتكشف الصحيفة عن مصدر في مجلس محافظة الأنبار أن حراكا يجري في قاعدة عين الأسد لتشييد مبان ضخمة لتشغلها سفارات دول حليفة لواشنطن. قالت صحيفة الميثاق الوطني العراقي إن مأزق الطبقة السياسية في العراق بين حقائق الميزانية ومطالب المحتجين، مضيفة أنه طالما أن الخوف الوجودي للطبقة السياسية من المظاهرات التي يقودها الشباب على مدى أكثر من 5 أشهر مستمر بين المد والجزر، فمن المحتمل أن يستمر هذا الشلل السياسي، وستكون العواقب الاقتصادية الرئيسية هي نفسها سواء تشكلت حكومة جديدة أو استمرت الحكومة المؤقتة الحالية في التعثر. نقلت صحيفة القدس العربي عن وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر قوله: تداعيات كورونا ستستمر لأجيال وستغير النظام العالمي للأبد، موضحا في مقال له بصحيفة وول ستريت جورنال أن الأضرار التي ألحقها تفشي فيروس كورونا المستجد بالصحة قد تكون مؤقتة، إلا أن الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي أطلقها قد تستمر لأجيال عديدة. وفي تقرير لصحيفة الغد الأردنية حول الشأن الاقتصادي العالمي: كورونا يستمر بضرب أسواق المال العالمية. ويشير التقرير إلى أن أسواق الأسهم تراجعت في آسيا
عقب انخفاض حاد في بورصة نيويورك وول ستريت، فيما يجتاح فيروس كورونا المستجد العالم ليقترب عدد الإصابات به من 1,000,000 شخص، مجبرا دولا عدة على تشديد قيود العزل الصارمة بهدف احتواء تفشي الوباء. ويقول محللون اقتصاديون إن المكاسب قد تكون محدودة نظرا لتداعيات إغلاق الأنشطة التجارية ووقف الرحلات الجوية. مشاهدينا، وهذه انتقالة إلى الكاريكاتير. أهلا بكم إلى مقالات الصحف. يكتب وليد الزبيدي في الوطن العمانية: معضلة أسعار النفط وتخزينه. يقول الزبيدي: دخلت أسعار النفط مرحلة من التذبذب والتأرجح الحاد، لدرجة أن الخبراء والمختصين لم يتمكنوا من تقديم قراءات دقيقة لما سيحصل في القادم من الأيام. ويضيف الزبيدي: يزداد المشهد قتامة بسبب التعقيد الذي يكتنف الاقتصاد العالمي الذي يعيش أزمة قد تكون الأخطر خلال عقود. ويكتب راجح الخوري في الشرق الأوسط: عدادات الموت وبورصة السياسة. يقول الخوري: ما لم يتم التوصل إلى اكتشاف لقاح أو دواء لهذا الفيروس الصغير المتوحش والقاتل، فإن ذلك يمكن أن يقلب الإنسانية رأسا على عقب. وينقل الخوري ما قاله بيل غيتس مؤسس شركة مايكروسوفت العالمية: من الضروري قيام تعاون جماعي دولي لمواجهة الوباء، إنها أوقات عصيبة ويجب على البشرية التكاتف وعدم العمل بسياسة الجزر المنعزلة. أخيرا يكتب أحمد القديدي في الشرق القطرية: تجديد الحضارة بعد المحن. يقول القديدي: أثبت التاريخ أن المحن التي تمر بها الإنسانية وتعاني ويلاتها تكون دائما فرصة لاستعادة روح التضامن ونيل الحقوق وإعادة كتابة فصول جديدة من الحضارة، وهو ما سيحدث بعد أن تنتصر البشرية على وباء كورونا بإذن الله. ويضيف بالقول: نحن اليوم في هذه المرحلة من إعادة تشكيل الحضارة ما بعد كورونا، نلاحظ عودة الأديان والأخلاق للحياة السياسية تحت ضغط الجماهير، وهي ميزة بداية عصر جديد، والله أعلم. مشاهدينا، سيكون معنا في حوار أسبوع الصحافة عبر الهاتف الكاتب الصحفي أحمد ذيبان من صحيفة الراية القطرية. نرجو تفضلكم بالبقاء معنا. أهلا بكم مشاهدينا إلى حوار أسبوع الصحافة. أرحب بضيفي عبر الهاتف الكاتب الصحفي أحمد ذيبان من صحيفة الراية القطرية. مرحبا بك سيد أحمد معنا. أهلا أستاذ حسين. أهلا بك سيد أحمد. دعنا نبدأ من عنوان صحيفة العربي الجديد اللندنية: حرب بالنيابة هي التحدي الأخطر أمام الحكومة العراقية المقبلة. برأيك كيف ستواجه الحكومة في العراق هذا التحدي؟ أعتقد أن المشهد العراقي يعني
شهد تغيرات جوهرية بعد ثورة تشرين، وفرضت معطيات استراتيجية على الطبقة السياسية الحاكمة. وتلاحظ أن خلال 3 أشهر أو أكثر حتى فشلت كافة المحاولات لتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة حكومة عبد المهدي، بسبب عدم التوافق بين المكونات السياسية خاصة البيت الشيعي والأحزاب والميليشيات التي تديرها إيران عمليا. هناك مصالح متضاربة بين الأكثر، خليني أسميهم دواعش نظام الملالي الذين يتنفذون في السلطة السياسية في العراق، وبين أطراف أخرى داخل البيت الشيعي لكن تحاول أن تكون متوازنة بين الولاء للولايات المتحدة أو التعاطي معها وبين إرضاء إيران. لذلك المشهد معقد. هناك أيضا المكون الكردي، هذا له موقف مختلف بالنسبة لتشكيل الحكومة العراقية، أيضا مكون العرب السنة. فالمشهد ليس بالسهل. نعم، أيضا هناك تصاعد في حدة المناوشات الكلامية بين المسؤولين الأمريكيين من جهة ومسؤولين إيرانيين وفصائل عراقية مسلحة مدعومة من طهران من جهة أخرى، وذلك بشأن الوجود الأمريكي في العراق. تصاعد هذه اللهجات برأيك هل هي للمزايدات الدعائية والإعلامية؟ أنا أعتقد أن الولايات المتحدة بحاجة إلى البعبع الإيراني حتى تستمر في استثمار هذه الفزاعة يعني وتلويح بخطر إيران وإلى آخره. هو في خطر إيران حقيقي داخل العراق، وهناك تغلغل حدث في المجتمع العراقي، والخطورة في التواجد الإيراني في العراق بعد الاحتلال الأمريكي، وهذا ما لم تكن الولايات المتحدة تتحسب له، أنه استثمر بالجانب المذهبي والبيئة الشيعية، ورغم أنني لا أميل إلى يعني هذا التوصيف لكن هذا هو الواقع. إيران استثمرت في هذا الجانب، والمفارقة العجيبة أن الأحزاب والميليشيات التي جاءت على ظهر الدبابات الأمريكية واستطاعت بفضل الغزو الأمريكي أن تحكم خلال 17 عاما الماضية، الآن يطرح بعضهم موضوع المقاومة الأمريكان. يعني شيء عجيب غريب يعني من الحقيقة. لكن نعود للنقطة الأساسية، أن إيران تغلغلت في المجتمع ومن خلال الميليشيات ومن خلال البعد المذهبي ومن خلال الأحزاب التي يعني متنفذة في العراق، وجاءت عملية اغتيال قاسم سليماني لتشكل ضربة يعني موجعة للنظام الملالي في إيران وحلفائه داخل العراق. نعم سيد أحمد، صحيفة العرب اللندنية طالعنا فيها عنوان الأحزاب الشيعية العراقية تستخدم الكاظمي للإطاحة بالزرفي، وفي عنوان آخر أيضا الزرفي يوجه رسائل طمأنة لإيران وقادة الحشد الشعبي، ويؤكد أن جهة إيرانية متنفذة لم يسمها أبلغته أن طهران لن تتدخل في مفاوضات تشكيل حكومته. هل تعتقد أن هذه موافقة ضمنية من إيران للزرفي بتشكيل الحكومة؟
الآن يعني الحالة مختلفة، في وباء، في عدد كبير جدا من الإصابات ومن الوفيات، ولا تستطيع يعني الآن أن تواصل بنفس النفس السابق التدخل الخارجي، لكنها لا تستطيع أيضا من جانب آخر أن تتخلى عن الساحة العراقية، ما هي مجال حيوي أساسي بالنسبة لإيران أصبحت بعد الغزو الأمريكي. أعتقد أن مسألة الرئيس الوزراء المكلف يحاول أعتقد الآن، وربما يعني ينسحب أيضا كما فعل علاوي، لكن إيران تحاول أن يعني تكون متواجدة ولها كلمة أساسية أكثر من أمريكا. أمريكا طبعا هي التي رسمت المشهد السياسي في العراق وأنتجت هذه الطبقة السياسية وسلمت السلطة، لكن أيضا أمريكا متمسكة في تواجدها وعززت قاعدة عين الأسد مؤخرا بصواريخ باتريوت. لذلك إيران تعتمد في نفوذها على الميليشيات، وهي هذه الميليشيات تحاول أن تزعج التواجد الأمريكي العسكري في العراق. نعم، في ذات السياق الزرفي يرحب بأي أنشطة إيرانية في العراق مستقبلا، إذن بماذا يختلف الزرفي عن سابقيه؟ هو طبعا بالأخير يعني أنت بدك هذه الذي يدير المشهد السياسي هي المكونات والأحزاب والميليشيات التي مرتبطة بإيران بالدرجة الأساسية. لذلك الزرفي لا يستطيع أن يعني يتخلى أو يعني يتخذ مستقبل يعني موقف مستقل، حتى مهما كان يعني لا بد أن يأخذ موافقة وتأييد هذه الأحزاب. فلذلك الأحزاب الأكثر قربا إلى إيران لحد الآن لم تعطي كلمتها النهائية، وتحاول أن تساوم وتضغط حتى يرضخ لها الزغبي، وبالتالي مزيد من التعقيد في المشهد. سيد أحمد، نتحول إلى صحيفة أخبار الخليج البحرينية التي تقول إن نوابا منشقين عن كتلهم يدعمون الزرفي، وأن فصائل شيعية تهدد برفع السلاح. عنوان آخر أيضا للصحيفة البحرينية: القوات الأمريكية تهيئ مبانٍ في قاعدة عين الأسد كمقرات بديلة لبعض السفارات في بغداد. لماذا برأيك هذه الخطوة الأمريكية في هذه الأوقات بالذات؟ أمريكا أعتقد أنها اتخذت قرار استراتيجي في التركيز على قاعدة عين الأسد والقواعد الكبرى، وهناك كما لاحظنا يعني في الآونة الأخيرة هناك مناوشات أو قذائف تقع على المنطقة الخضراء وتستهدف السفارة الأمريكية وبعض السفارات الغربية الأخرى. فلذلك أعتقد أن الولايات المتحدة يعني تحاول أن تقطع خط الرجع على هذه الميليشيات، لأنها هي أدوات بيد إيران. وهذا ضمن يعني مسألة التنازع بين إيران والولايات المتحدة في العراق. نعم. والخاسر الأكبر بالنتيجة هو الشعب العراقي والعراق. أستاذ أحمد، نتحول إلى تقرير لصحيفة الغد الأردنية حول الشأن الاقتصادي العالمي. يقول التقرير: كورونا يستمر بضرب أسواق المال العالمية. برأيك ما المدى الزمني المتوقع ليتعافى الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا؟ أنا أعتقد أن كل العالم وكل الدول مهما كانت إمكانياتها الاقتصادية يعني تكبدت خسائر هائلة اقتصادها، وتحتاج إلى سنوات لملمة جراح ومحاولة إعادة الاقتصاد إلى مساره الطبيعي.
وأعتقد أن الأكثر تضررا هو القطاعات المتوسطة والصغيرة في الاقتصادات العالمية. وهذه يعني الدول التي عندها إمكانيات ضخت تريليونات، مثل الولايات المتحدة مثلا أكثر من 2 تريليون دولار لدعم الاقتصاد، وألمانيا أيضا مئات المليارات، وكذلك الدول المقتدرة. لكن هناك الكثير من الدول الفقيرة والتي تعيش على المعونات ومساعدات والقروض الخارجية، والتي هي أصلا مثقلة بالديون وتعاني من أزمات اقتصادية كبيرة. فبالتأكيد يزداد يعني وضع سوءا. وهذه الأزمة التي خلقها كورونا في الاقتصاد العالمي هي تفوق كل الأزمات خلال قرن من الزمن، حتى أزمة الكساد العالمي عام 1928. ما خلقه كورونا أكثر يعني فداحة بالنسبة للاقتصادات العالمية. أستاذ أحمد، في زاوية مقالات الصحف يكتب أحمد القديدي في الشرق القطرية تجديد الحضارة بعد المحن، يقول الكاتب: نلاحظ عودة الأديان والأخلاق للحياة السياسية تحت ضغط الجماهير، وهي ميزة بداية عصر جديد. بماذا سيتميز عصر ما بعد كورونا برأيك؟ والله يعني أنا بعتقد أن كورونا خلط الأوراق كلها يعني، والمشهد لا يستطيع أحد أن يتنبأ كيف ستكون الخارطة بالضبط يعني، سواء على الصعيد السياسي، العلاقات الدولية. أنا أميل إلى تحليل الدكتور طلال أبو غزالة، وهو تكلم من السنة الماضية أن هنالك حرب عالمية 2020، وأن النتيجة ستكون التوافق بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وأن يعني يتفقوا على إدارة النظام العالمي. وأنا أميل لهذا لأنه يعني روسيا ستتراجع، هي صحيح تمتلك أسلحة متقدمة ونووية وإلى آخره، لكن الوضع الحالة الاقتصادية روسيا متخلفة عن الولايات المتحدة ومتخلفة عن الصين. الصين يعني عملاق اقتصادي ومنافس قوي للولايات المتحدة حتى قبل كورونا، كانت في حل تجارية. الآن أعتقد المعطيات التي يعني أنتجتها أزمة كورونا، يعني لاحظنا أن الولايات المتحدة حتى يعني استعانت بالصين في موضوع الكمامات حتى والأجهزة الطبية وإلى آخره. ولذلك أعتقد أن الصين والولايات المتحدة سيكونان على يعني في طليعة النظام العالمي الجديد الذي سينتج بعد كورونا. إذن بهذا نختم، أشكرك أستاذ أحمد الشكر الجزيل. شكرا لك. مشاهدينا، كان معنا الكاتب الصحفي أحمد ذيبان من صحيفة الراية القطرية. حتى ألتقيكم في حلقة مقبلة من أسبوع الصحافة، لكم أطيب التحيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.